بناكل في مطعم، ما احنا بناكل في بيوتنا بدل ما الناس يقعدوا يبصوا لنا في اللقمه يعني. يا سلام، ايه ده؟ ايه ده؟ مروه الشربكي؟ رانيا النوحي؟ يا حبيبتي وحشيني يا بنت اللذينه، ما شفتكيش من ايام الجامعه. انت عامله ايه؟ وحشاني. تعالوا تعالوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلوا فين؟ عندنا شغل الصبح بدري. اعرفكم بجوزي امين النشارتي. اهلا وسهلا. اعرفكم بجودي عادل سعيد. اهلا استاذ عادل. اتفضل. عايز اقول لك على حاجه يا عادل، انت عارف مروه كانت زمان ايام الامتحانات كنت دايما بغششها من البرشامه بتاعتي. يا سلام. طيب ومدام مروه ما كانتش بتذاكر ليه بنفسها؟ او على الاقل مثلا كنت تحضري برشامك بنفسك عشان يبقى نجحت بمجهودك. لا، يا مجهودي ده انا كنت موفراه للماجستير والدكتوراه. انت بتهرجي؟ انت عملتي ماجستير ودكتوراه؟ 2 ماجستير و3 دكتوراه. و4 شاي بقى عشان القعده شكلها طويله. يا كابتن اهلا وسهلا يا استاذ نشنجي. لا، نشنجي ده اسم عيله الوالده، موطنها الاصلي خلف نادي الصيد، لكن انا نشرتي. نشرتي تي تي بكسر الياء. يا ما شاء الله، حضرتك بتكسر الياء، يعني واضح ان حضرتك عنيف. بالعكس، جوزي مرن جدا ومطيع، مثال لزوج الألفية المعاصرة. يا سلام، ما شاء الله. يعني ايه معاصرة حضرتك؟ صحيت مرة من النوم قلت له نشرتي انا عايزة احضر الماجستير. ياه، يعني بدل ما تحضري الفطار بتحضري الماجستير. وحضرتك رأيك ايه يا استاذ نشفتي؟ لو نشرتي نطقها صعب عليك ارفع الشين. يا سلام، ما شاء الله، عمال بترفع الشين وبتكسر الياء. اتظبط لنا القعده حضرتك. بقول لك ايه، هو انت لما طلبتي منه ان انت تعملي الماجستير كان رد فعله ايه؟ قال لي اوكي طبعا يا شيخه. طب انت بقى قدرتي ازاي توافقي ما بين طلبات البيت وشغل البيت والماجستير؟ طلبات بيت ايه يا رانيا، انا ما كنتش بغسل كوبايه. يا ما شاء الله، يعني حضرتك المايه قطعت وانت بتعملي الماجستير. شوفي النصيب، يعني المايه تقطع عشان ما تغسليش كوبايه. لا، انا اللي كنت بغسل. يا راجل، يعني عمال بتكسر وبترفع وتغسل. الله عليك الله عليك يا استاذ نشرتي، كده وانت متعاون وكنت بتغسل كل كوبايات البيت. اصلها كانت ايام، يعني في كان في بقى غسيل ومكوى وطبيخ وتسييق وتصوير. تصوير؟ يعني حضرتك كنت بتصورها وهي بتحضر الماجستير، ولا هي اللي بتصورك وانت بتسيق البيت؟ لا، انا كنت بصور ورق الرساله. طب ليه حضرتك ما عملتش معاها رسالة دكتوراه انت كمان؟ على الاقل كنت اخدته الاثنين بتمن رسالة واحدة. خفيفة. دمه خفيف وظريف. دم خفيف الحمد لله، بس ما وصلتش لحد بقى التسييق والتنظيف والتصوير زي الاستاذ نشختي. لا، انت كده بقى بتهين اسمي. يا عم بهين اسمك ايه يا عم؟ ده انت هنت كل حاجه ما شاء الله، وانت مستنيني اهين يعني؟ لو سمحت يا استاذ، انا ما احبش ابدا جوزي يتهزق بره البيت. هو جوزك بيتهزق جوه البيت بس؟ رانيا انت كده بتغلطي. يا سلام. لا 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 لا، بصي حضرتك يا ريت يعني تعزمينا بقى مره عندكم في البيت عشان نهزقه براحتنا. امين، يلا بينا يا امين، احنا ما ينفعش ابدا نقعد مع ناس ما بتحترمناش. يلا يلا يا بيبي. بيبي ايه ده، هو ابوها ولا ايه؟ بقولك ايه، حساب الشاي يا استاذ نشفتي، يا استاذ نشلتي. عادل، على فكره انا عايزه اتكلم معاك في موضوع من ساعه ما جينا. طبعا ضميرك صحي وحسيت انك انت مذنبه يعني وغلطانه، عشان طبعا العزومه اللي انا وديتها لك حضرتك سندوتشين يا دوبك فيهم مثلا حته لحمه صغيره كده مع حتتين مخلل مع 4 كوبايات شاي، ادفع فيهم 100 جنيه يا رانيا. 100 جنيه حرام عليك يا رانيا. عادل، على فكره بقى انا قررت ان انا احضر الماجستير والدكتوراه بتوعي. طب انا من رايي يعني بدل ما تلبخي نفسك الاثنين يبقوا مع بعض، ايه رايك مثلا تحضري الماجستير الصبح وعلى الغدا تحضري الدكتوراه وعلى العشاء تنسيهم، ايه رايك؟ على فكره طول الوقت ملاحظه ان انت بتسخر من طموحاتي واحلامي العلميه. يا ست طمحي واحلامي زي ما انت عايزه، بس لعلمك بقى انا لا هغسل كوبايات ولا هسيق البيت ولا هعمل اكل ولا ليا دعوه بالكلام ده كله. انا مش عايزه منك غير ان انت توافق. طيب لو هتقدري يعني تنسقي انت وسناء وماما ومامتك مثلا ونجلاء وياسمين، لو عايزه تنظموا يعني شغل البيت مع بعضيكوا بجد يا رانيا، بجد بجد انا ما عنديش اي مانع. يعني انت موافق؟ ياس، هتشوفي يا مروه هتشوفي، هعمل 5 دكتوراه و5 ماجستير.
رانيا خلاص ما تقلقيش، انا كاتب كله ولما هيجي عادل هبقى اقول له يا ست. حاضر، ابقي سلميلي بقى على سناء بقى. يلا باي باي. انت ايه قاعد على المكتب واستولتها وقلت لك الصوره دي؟ يلا الزباين بيخش يشوف الصوره، يلا بيجروا، يلا ما تحطليش صورتك هنا على الخزن. ايه اللي معادك هنا؟ دولا كانت رانيا يا عم بتمليني طلبات هي عايزاها منك اهي بقى. طلبات عايزاها مني؟ اه. ايه الخط الزباله ده؟ ايه ده؟ انت بتقرا الخط ده ازاي؟ انا طالبه ايه؟ لا يا دول ما انا مش بقراه، انا بس بعلمه. بتعلمه ايه عشان ما يتوهش منك يعني؟ يا ابني ايه الكلام ده؟ مش عارف اقراه. طالبه ايه؟ هي دول قلمين جاف وقلم رصاص واستيكه و استيقه؟ استيقه وبرايه؟ ايه يخرب بيتك؟ امال تعليم ايه اللي اتعلمته يالا؟ بتكتب ازاي؟ اقعد اكتب يالا، خد اكتب كده انا همليك واكتب. لا انا مش عايز اكتب دلوقتي يا دولا بقى. اقعد اكتب يا اقعد اكتب. طيب ما بعرفش اكتب وانا واقف بقى. ها اقعد يا اخويا حجة البليد، اقعد ورينا تكتب. هوف ماشي ماشي. هتقول لي هوف ولا ايه؟ ماشي يا دولا حاضر اكتب. ماشي. ذهبه ذهبه رمزي رمزي الى المصيف الى المصيف يوم الاربعاء. يوم الاربعاء دولا هي الاربعاء دي يعني الهمزه بتاعتها على الالف ولا على السطر؟ خليها يوم الخميس. غبي غبي، دي استيكه. ابقى استيكتي استيكتي بس بس بس. دولا ما قلتليش بقى دولا، انت يعني هي رانيا عايزه الطلبات دي يعني لمين؟ لياسمين بنتكم؟ لا يا سيدي، لرانيا نفسها يا سيدي. ليه دول؟ هتحضر دكتوراه. اه تحضر دكتوراه زي ما تحضر عفاريت مثلا. لا يلا تحضر دكتوراه، يعني رانيا هتبقى دكتوره يا سيدي. اه الف مبروك يا دولا، ده الواحد بقى كده يعيا براحته بقى علشان هيتعالج ببلاش ويتعور. عورني يا دولا. يلا مش دكتوره يعني بتعالج بني ادمين وبهايم وكده، لا لا لا، دكتوره يعني اللي هي تقعد تقرا في الكتب فتذاكر من الكتب جامد فتبقى دكتوره في الكتب دي نفسها يعني. ايوه ايوه دولا صح يا دولا، زي الواد مسعود ابن خالتي دولا، كان عنده كتب كتير قوي كده بتاع الطب، يعني كان لما بيجي يعيا بيقوم فاتح الكتب دي ويقعد يعالج نفسه بيها على طول. الله يرحمه. مش ده كان مات من غلطه مطبعيه؟ ايه ده؟ اتخبطت تاني. ياسمين سلفيني الاستيكه بتاعتك. لا بقى يا ماما، انت بتترفي الحاجه ومش بترجعها لي تاني. ياسمين هخليكي تحصي من صباع الروج بتاعي. بتاعت القلم الفوسفوري كمان؟ فوسفوريك ايه؟ رانيا مش هتقومي تغسلي المواعين ولا احنا اللي هنقوم بشغل البيت كله وانت قاعده؟ انتي انا مش فاضيه للحاجات دي، انا عايزه اخلص اخر فصل في المقدمه بتاعتي. هو انتي لسه في المقدمه؟ اما اللي هتقسطي المنهج على كام سنه ولا كام شهر؟ خفه. خدي يا رانيا، صورت لك فصل من كتاب الجنح للدكتور سيد الحبسجي. ربنا يفك سجنه ويفك سجننا. قادر يا كريم يا ماما بدل القعده الرمادي اللي احنا قاعدينها دي؟ انت عارف يعني ايه رانيا تعمل دكتوراه؟ اه عارف طبعا يا ماما، يعني ورق بقى وملازم وتتشغل هي، وعلى الاقل بقى ايه تفضي لي دماغي وتسيبني براحتي. ماما جيبي معاه من الاخر، بالطريقه اللي بتتكلمي معاه بيها دي مش تاخدي حق ولا باطل. من الاخر كده يا عادل انت معاك دبلون. والله بجد يا ماما عمري ما اتمنظرت على حد بالشهاده بتاعتي ابدا. يعني ينفع يعني مامتك يبقى معاها دكتوراه وانت معاك دبلوم؟ يعني اعمل ايه يعني؟ احضر دكتوراه انا كمان بالدبلوم بتاعي؟ اذا كان هي معاها قصنص حقوق وبتبتدي تتفرد علينا. والقصنص حقوق اللي معاها ده بقى اسبري ولا بيليا دواره؟ بتتمسخر؟ بتتمسخر على ايه؟ ده انت هتبقى مسخره مسخره في وسط كل الرجال. لما تروح تعرف انت ومراتك على حد هتقول له ايه؟ مراتي الست الدكتوره وانا حاصل على دبلوم. تفتكروا يعني الحكايه دي تبقى شكلها وحش ولا ايه؟ يا نهار ابيض، شكلها 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 طبعا وحش. الفرق بين الدبلوم والدكتوراه يا عادل الفرق ايه؟ مش هقول لك الفرق، ما انت عارف. يعني اقول لها ما تاخديش الدكتوراه عشان معايا دبلوم يعني؟ اوعى تقول كده لتبان انك ضعيف وناقص في الحته دي. ولو عرفت نقطه ضعفك تفضل تديلك 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 لغايه ما تمرمغك في الارض. ايه يا اخوانا يا جماعه، انتوا كده وترتوني جدا. انت توقف لها بالمرصاد وما تخليهاش تفتح اي كتاب. خليهاش تفتح اي كتاب. كرامتك كراجل يا عادل هتتمرمغ في التراب لو رانيا خدت الدكتوراه. كرامتك هتتبهدل لو رانيا خدت الدكتوراه. يا أنا يا الدكتوراه في البيت ده. يس
ايه ده؟ ده جايبين فيلم الفزع الرهيب النهارده في التلفزيون، الفيلم اللي انت بتحبيه يا رانيا. ياه سوري يا عادل يا حبيبي، انا مش فاضيه اتفرج على افلام دلوقتي، انا عندي مذاكره كتير قوي. يا حبيبتي يعني المذاكره هتروح فين؟ تعالي اتفرجي وبكره بقي ذاكري. بصي يا حبيبي انا عايزه اقول لك على معلومه، ان لقب الدكتوراه ده لقب يستحق كل التضحيات، حتى لو كانت التضحيه اعلاميه مش مشكله. الفيلم ده بكره لما ياخد الدكتوراه هتفرج عليه مره واثنين وثلاثه و10 عادي. طب بابا ممكن انا اتفرج على الفيلم؟ لا 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 ياسمين ذاكري، مفيش افلام، ذاكري يلا. يا الفيلم بدا اهو. عارفه يا ماما احلى حاجه بالفيلم ده ايه؟ انه لازم يتابع من الاول، لان الفزع كله موجود في الاول. ايوه ايوه الفزع الرهيب الرهيب بقى بيبدا من نص الفيلم. رانيا رانيا الحته اللي انت بتحبيها يا رانيا في الفيلم اهي اهي، ساعه ما هو الراجل بقى دخل على القصر المهجور، ودخل بقى لقى الاشباح مستنيينه ومعاهم الساحره المنبوذه اللي كانوا بلغوا فيها الاسم اهي. لا 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 عادي يعني، انا ممكن اتفرج على فيلم ده مره واثنين وثلاثه يعني عادي. بكره في الاعاده. لا 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 عادي ايه، المحطه دي ما بتعيدش الفيلم، المحطه دي بكره الظهر ان شاء الله قافله عشان عندهم تحسينات. يلا يا رانيا ركزي على شرتك، انا عاوزاكي تاكلي كويس عشان تعرفي تركزي في المذاكره. طيب يا رانيا ما دام هتاكلي كلي وانت بتتفرجي يا ماما. على فكره بقى انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا، المخ فيه قناتين فقط للتركيز، قناه منهم للاكل وقناه منهم للمذاكره. اعتبري ان قناه منهم متشفره. تعالي تعالي تعالي. وعلى فكره انا عادتي معاك مش خير، على فكره خالص انا داخله اذاكر جوه في الاوضه واسع من طريق. يا رانيا رانيا الفيلم هيفوتك يا رانيا. طيب ماشي ذاكري ذاكري ذاكري. المكياج بتاعتك اللي انت مليانه بيها كده اهو، التسريحه دي افرض انا عايز احط اي حاجه احطها ازاي؟ بصي كمل الحاجات اللي انت حطاها، ودي اساسا ما بتشتغلش اهي، بصي ما بتشتغلش لا فيها كلونيا ولا فيها اي حاجه، عامله لي زحمه هنا وخلاص يا رانيا. معقوله؟ عادل لو سمحت اسكت عشان عايزه اذاكر. اه ما اذاكري انا بقول لك، بس يعني عشان تبقي تفضي لي حته جنبيهم مثلا ولا حاجه. يلا مش ام ميرفت طلقت جوزها امبارح؟ عادل يعني بس رجعته تاني النهارده، يعني هم على طول بقى يتطلقوا ويرجعوا كده وعلى طول طول الوقت. بس ام ميرفت على فكره من اول الناس اللي احنا قابلناهم اول ما جينا هنا في العماره، يعني ست لطيفه جدا يعني، وبعدين عارفه بتحبنا يعني، مش مثلا من الناس اللي هم بيتضايقوا او يلا طيب تصبح على خير يا رانيا. رانيا لا اكيد في حرامي بره في الصاله. عرفت ازاي؟ عشان ما فيش صوت خالص. سامعه ممكن تطلعي تبصي على الحرامي ده لو سمحتي؟ يعني عايزني انا واحده ست اطلع ابص على الحرامي؟ ما ممكن ما يبقاش حرامي راجل، ممكن تبقى حراميه ست عايزاني اطلع على واحده ست بص الساعه كام اطلع لها يعني ابص عليها يعني، وهي حتى لو حراميه يعني. وحياه امك سيبني اذاكر. لا خلاص براحتك ذاكر خلاص، حتى لو حرامي موجود اهو البيت يولع بقى هنعمل ايه، عشان انت مهتمه بمذاكرتك قوي يعني. ماشي ماشي تصبح على خير. رانيا مش عارف انام يا رانيا. هو في ايه عادل؟ مش عارف انا ما بعرفش انام وحد بيقعد يذاكر جنبي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ قصدي يعني من وانا صغير يعني ما بعرفش انام والنور منور كده، بص النور في الاوضه منور ازاي كتير جدا، ما بعرفش انام انا في النور. ماشي عادل اسكت بقى. ماشي وادي النور اهو. يلا ساتر بقى على خير. خمد بقى خمد. ايه جو مسلسل الايام اللي انت عاملاه ده؟ قاعده بتذاكري على شمعه يا ماما؟ ما دام عايزه تذاكري والمذاكره مقطعه بعضها انزلي مثلا ذاكري تحت على النور بتاع العمود. ده 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 رانيا حبيبتي ايه ده؟ لا ما تنرفزيش نفسك، ايه الحاله العصبيه اللي جات لك مره واحده ده؟ لا 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 انت محتاجه تريحي اعصابك. ايه رايك نخرج بره مثلا نتمشى على النيل؟ اكيد النيل دلوقتي عامل طراوه جامده جدا. او نروح مثلا نتعشى في اي حته. نتعشى في اي حته خلاص، نتعشى في اي حته نتعشى في اي حته. ايه رايك نتعشى في اي حته عشان نتاخر؟ يلا ها خلاص يلا. Great.
ايه يا عادل؟ حرام عليك يا عادل، انا شربت العصير واتعشيت وحليت ودخلت الحمام مرتين ورجعت اتعشيت تاني، وانت من ساعتها قاعد ما طلبتش حاجه غير كوبايه الشاي اللي بقالك ساعه بتشرب فيها. في ايه يا رانيا؟ انت مستعجله على ايه؟ ما احنا قاعدين يا ماما. ما قلت لك 100 مره عندي مذاكره ولازم اروح بكره الصبح المكتبه عشان السيرش بتاعي. يا سلام، طب ما انا عندي شغل برضو في البازار وبعمل سيرش على رمزي طول اليوم وبلاقيه مستخبي مش عارف فين يعني. وبعدين بالرغم لا 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 يا رانيا، لا لا انت ما بقيتيش تحبيني زي الاول يا رانيا. لا لا يا عادل، والله لسه بحبك يا عادل. يا سلام، بتحبيني ويلا بسرعه ومستعجله وعايزه نقوم وبتاع. لا لا يا رانيا، لا انت بتحبيني بس ومبينه انك انت بتحبيني لغايه ما الحساب يجي، احاسب بعد كده ترجع ما بتحبنيش تاني يا رانيا. بص بص اقول لك على حاجه، حاسب وهتشوف، حاسب وهتشوف. شفتي شفتي، لو بتحبيني كنت خفتي على فلوسي يا ماما، ما كنتيش كل شويه تقولي لي حاسب حاسب حاسب. معلش حضرتك، ممكن الحساب لان احنا لازم نقفل الكافيه ده دلوقتي، وبعدين حضرتك لماح يعني بسم الله ما شاء الله، والكافيه ما فيش حد غيركم فيه. حاضر يا سيدي، من غير ما تقطبنا وريني الحساب كام. طيب اتفضل وهات الباقي لو سمحت. حاضر. حاضر. حرام عليك، ما بقاش في حد قاعد غيرنا، يلا بقى نقوم بقى. ايه يا رانيا؟ ايه يا رانيا؟ مش خايف على فلوسي؟ استنى الباقي يا ماما، الباقي ده اهم حاجه دلوقتي. على فكره انا شم ريحه استعباط في الكلام اللي انت بتقوله، انت بتعمل كده ليه عادل؟ انا بعمل كده ليه؟ عادي يا ماما. الباقي حضرتك، هو عموما نص جنيه يعني. نص جنيه. طيب بص لو سمحت روح كهولنا بقى ايه ربعين عشان اديكوا بقشيش انت والشباب، طبعا سيرتوا معانا. يلا. لا مرسي، مش عايزين بقشيش. وايه اللي مش عايزين؟ انا عايز اديكوا بقشيش يا سيدي، انا راجل لارج. وروح فكهالي لو انتوا ما عندكوش فكه من هنا، من اي حته بقى، من العباسيه، من المطريه، من عين شمس، يعني ايه براحتك، وتعالى على مهلك ربعين. ها حاضر. خارجه ولا ايه؟ انا لسه راجعه من بره، كنت بقابل الدكتور المشرف على الماجستير بتاعي. وتقابليه ليه؟ عشان رساله الماجستير بتاعتي. وماجستير ليه؟ عشان الدكتوراه. ودكتوراه ليه؟ ناقصك ايه يا هانم؟ سريرك ناقص مله، تلاجتك ناقصه جبنه، حمامك ناقص صابونه، دكتوراه ليه؟ عادل، انا كنت بقابل الدكتور عشان اعتذر له عن رساله الماجستير بتاعتي. تعتذري له؟ ازاي يعني؟ ايه مش هتاخدي الماجستير والدكتوراه؟ ازاي؟ لا معقوله؟ ده انت كان حلمك وطموحك انك انت تاخدي الماجستير والدكتوراه، ازاي تتنازل عن حلمك بالسهوله دي يعني؟ البنت مروه بنت اللذينه طلعت بتنخى عليا. تخيل، بنت اللذينه لا معاها لا ماجستير ولا دكتوراه ولا بتعرف تفك الخط اصلا. كل ده كانت بتضحك على جوزها لاهبل عشان هو اللي يتولى بقى شغل البيت. الكوميديا بقى ان هي اصلا معاش سنه رابعه، دي طالعه بثلاث مواد يا عادل، دي مش عارفه لحد دلوقتي تخلص، بقى لها 8 سنين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ الحمد لله انك انت خلصتي سنه رابعه من اول سنه، وعرفت كمان انك جبتي تقدير مقبول جدا، ودي حاجه طبعا تدعو للفخر. برافو عليك يا رنا. الحمد لله الحمد لله. عادل، هو انا كنت عايزه اسالك سؤال يعني كده شويه كده محرج يعني. لا 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 حبيبتي، انت براحتك اسالي زي ما انت عايزه طبعا. هو انت كنت هتزعل يعني لو انا خدت الدكتوراه؟ لا 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 خالص، بالعكس تماما، ده انا كنت ابقى فرحان جدا ان مراتي دكتوره، وقدام كل اصحابي بقى اللي بالكتير مراتاتهم مثلا معاهم دبلوم او اعدادي مثلا، كنت اقول لهم بقى مراتي دكتوره، وبعدين لعلمك تكشفها عليا ببلاش، وممكن اجيب لك الواد رمزي تقعدي تتدربي في تعملي عمليات وتفشل براحتك، كنت ابقى فرحان طبعا. لا على اساس يعني انا كان هيبقى معايا ماجستير ودكتوراه وانت معاك دبلوم. ها لا ازعل ليه؟ ما هي بصراحه يعني عادل، انا عارفه ان الراجل مش بشهادته ومركزه، الراجل بحميته وامانه، وانت مدينا كل ده يا عادل. وبصراحه يعني انا كده فكرت وقلت يعني احسن لنا يعني نذاكر لياسمين على اساس يعني ان هي بقى اللي تبقى تاخد الدكتوراه. ربنا يخليكي ليا يا رانيا ويخليكي لبيتك يا رب. ميرسي يا عادل. وبجد يا رانيا مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه يعني، انت طول عمرك واقفه معايا واقفه جنبي في كل الظروف، بتبقي واقفه جنبي يعني. ميرسي عادل. يعني افتكر طبعا لما كنت شغال موظف قبل ما افتح البازار، واول ما اترفدت من الوظيفه لقيتك جنبي. فاكره؟ يا واول ما خدت البازار ويا دوبك استلمت البازار مفيش يومين ثلاثه والبازار ولع ولقيتك واقفه جنبي. دي كانت ايام جميله. ولما عملت الزايده مرتين واقفه جنبي. ولما الضرايب حجزت على البازار كنت واقفه جنبي. فعلا. مش عارف حاسس ليه انك نحس. قالنا
ديسكوهات. من فضلك يا عادل شوف بقى هتعمل فيها ايه، يا اما بجد بجد هنسيب لك البيت وهنمشي خالص. سيبوا البيت وتمشي؟ الساكنه الجديده دي ما جاتش قبل كده ليه؟ حاجه يا ابي بقول هشوف حل طبعا ان شاء الله. يا دماغي على اخر الزمن تسكن فينا واحده زي دي. يا سلام يعني يا ماما، يعني لو كانت سكنت تحتينا ما كانش حصل مشكله. يا عادل دماغنا حطرشه من كتر الضوضاء. بقول لك ايه، اعمل حسابك اجتماع مجلس اداره العماره هيتعمل عندنا الشهر ده، ركز كده وروق دماغك عشان كل سكان العماره متوقعين ان انت اللي هتتكلم بلسانهم. اتكلم بلسانهم ليه؟ هما مش عندهم لسنه. ليه يا اخوانا اتلخبطونا ليه؟ هلو. هاي. هلو هاي، اهلا وسهلا. ميزي شقه مدام شاهي مدربه الايروبكس. وانتوا عايزين شقه مدام شاهي عشان ايه؟ انتوا عايزين تتخنوا ولا تخسوا؟ انا رايحه علشان اخس. واخدها معاكي ايه يعني؟ قدوه. الحقيقه مدام شاهي عندها حل لكل حاجه. انت بترغي عندك بتقول ايه يا عادل؟ لا مفيش يا ماما. صباح الخير يا سعاده. صباح النور. الشقه اللي فوق اتفضل. ايه المناظر دي اللي طالعه نازله؟ ايه يا استاذ عادل بس؟ الله، بقى العماره اللي ما كانش بيسمع حد فيها حس تبقى في المنظر ده. عاجبك كده يا استاذ عادل؟ اتفضلي بس. الله، العماره بقت مدرسه العاب يا جماعه، انا دماغي هتطق مني. معاكي حق يا ام ميرفت والله يا عادل، لو سمحت لازم تعمل حاجه في الموضوع ده. ما تقلقوش انا هتصرف وهتشوفوا بقى انا هعمل ايه. باختصار كده يا استاذ عادل، تحب يا حبيبي ان احنا نقعد كده على الحيطه ونسمع الزيطه؟ وانتي بس ايه اللي قعدك على الحيطه يا ام ميرفت؟ انا اعرف اللي بيقعد على الحيطه مثلا بورس، صرصار، فار بتاع، لكن احنا هنقعد على الحيطان ليه؟ انتوا طابخين ايه؟ ليه وانت مراتك ما طبختلكش النهارده؟ اصل الاستاذ عفيفي معودنا كان بياكلنا لما نعمل الاجتماع عنده. بياكلكوا ايه يا عم؟ وانت ينفع حد ياكلك؟ هو موت وخراب ديار. يو يو يو، احنا دلوقتي في الست السكنانه الكومبلونشيه اللي فوق دي بتاعت الايروبكس، وزباينها اللي طالعين نازلين وقالين راحتنا يا عادل. كويس قوي يا ماما ان انت فتحت الموضوع ده. يا جماعه طبعا انتوا عارفيني ومتربي معاكم، والعماره دي بتاعتنا يعني من زمان، لكن كمان عارفين بقى مواقف البطوليه في المواقف دي. الله يخليك يا استاذ عادل، لو يا اخويا مش عشان خاطرنا، عشان خاطر بناتنا. يا ستي ومن غير بناتك ولا حاجه، يعني ده وضع طبيعي. العماره طول عمرها عايشه في امان، هتيجي الست اللي سكنت فوقينا دي تقلب لنا العماره؟ انا ما ارضاش بكده ابدا. طب والطلبه اللي بيذاكروا والناس الكبار؟ خضار، انتوا هتاكلونا خضار. يا استاذ عادل لا مؤاخذه كده، انت ولي امرنا. لو كان ولي امرنا كان عامل لنا اكل. يا راجل يا راجل، وانت كده دايما همك على بطنك؟ ما تقول لنا يا عادل هتعمل ايه؟ يا جماعه انا مش عايزكم تقلقوا خالص. طول ما انا رئيس اتحاد سكان العماره ما تقلقوش، الست الساكنه الجديده دي هتمشي والعماره هترجع زي الاول. دي اسمها نيفرتيتي اللي حكمت مصر بعد العثمانيين. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا يا فندم. واضح ان البضاعه اللي عندكم حلوه قوي. حضرتك احنا البضاعه اللي عندنا في البازار بتجيلنا مخصوص من الصين، والصين طبعا عارفه حضرتك الدوله مصدره جامد دلوقتي. غريبه، مع ان الناس اللي قالوا لي عليكم قالوا لي ان انتوا بضاعتكم سكه جدا. سكه جدا؟ لا حضرتك اتاكدي بالبضاعه بنفسك يعني. بس الكلام اللي سمعته بصراحة يخليني أخاف أشتري من عندكم بقى أي حاجة. يا هانم إحنا لينا أعداء كتير. أنت تعمل لي فيها مثقف، أنت مالك؟ أنت فاهم؟ أنا مش فاهم. يا هانم إحنا لينا أعداء كتير. ملهمش حق فعلاً اللي قالوا عليكم كده. عموماً أنا كان لازم أجي بنفسي وأتأكد قبل ما أخد رأيي وأحكم على حاجة ما أعرفهاش. طبعاً يا هانم برافو عليك، عارفة أنا لازم بتأكد بنفسي من أي حاجة قبل ما أحكم عليها، ده وضع طبيعي يعني. أمال يعني يا أستاذ عادل عايزين ليه تمشوني من العمارة بتاعتكم من غير حتى ما تسمعوني؟ وحضرتك جارتنا في العمارة؟ أحب أعرفك بنفسي، مدام شاهي مدربة الإيروبكس، والساكنة الجديدة اللي شقتها فوق شقتكم. لا طبعاً لا يمكن. انت اتجننت يا عادل؟ اوفر ماي ديد بودي، مش ممكن عادل ابني هو اللي بيتكلم ده ابدا. ايه يا اخوانا في ايه؟ ما هو مش معقوله برضو واحده ست تمشوها من البيت من غير ما تقعدوا معاها وتسمعوها. يا حنين، وحضرتك بقى قعدت معاها؟ الجرس بيضرب، ما حدش يفتح ولا ايه؟ ما تفتحي يا ياسمين. دعاء
دولا حبيبي. ازيك يا ام رمسيس؟ ازيك يا ياسمين؟ خد القصه بتاعتك اللي بتحبيها. مش هي. السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ صندوق الحاجه الساقعه اللي انتوا قلتولي عليه علشان الاجتماع جه اهو. Put it in the kitchen. حاضر. انت وحشه يا استاذ عادل، شفتها فين؟ شفتها ايه؟ ما شفتهاش طبعا خالص. دولا جارتك الجديده اللي جات لك البازار شفتها وانا طالع لك على السلم يعني، وبعت لك الف سلام يا دولا. وبعدين يا عم ابسط يا دولا، يعني محدش قدك يا دولا. دولا ابسط يا دولا، اللي ما شفتش جارتك قبل كده. ما شفتهاش. انت بتصدقي واحد غبي زي ده يعني هشوفها فين؟ ولا 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 جبت العيش الفينو؟ يلا العيش الفينو اللي قلت لك هنعمله سندوتشات عشان الاجتماعات. لا يا دولا ما جبتش. انت بتغمز لي ليه يا دولا؟ انا غمزت لك؟ اجري يلا، روح اتكل على الله، روح هات العيش الفينو يلا، وتعالى سوق او ما تجيش. ما تجيش يلا. حاضر يا دولا. استنى يا رمزي، استنى يا زفت. الست دي جات لكم في البازار كانت عايزه ايه؟ اقول يا دولا ولا ايه يا عم؟ تقولي تقولي ايه؟ انت شفت حاجه؟ هو بصراحه يا جماعه انا ما شفتش. اهو اهو الحمد لله شفته. مش قلت لكم؟ لان دولا بعتنا اجيب لها حاجه ساقعه من اخر الشارع، مش من القهوه اللي جنب البازار يعني زي كل مره. ايه وهتصفروا وهتعملوا يا جماعه؟ المساله بسيطه خالص. القهوه اللي جنب البازار صراحه يعني الولد اللي هناك ايده مش نظيفه، وازايز الحاجه الساقعه زي ما انتوا عارفين يعني غطيان الكزوزه لو واحد ايده مش نظيفه بتبقى مش نظيفه يعني. وكمان وزعته طبعا علشان يحللوا الجو. وانا اقول بتدافع عنها ليه؟ بتدافع عنها ليه؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ يا جماعه صراحه انا بدافع عنها لانها مسكينه قوي. عادل لو سمحت عايزه اتكلم معاك، من فضلك اسمعني. مش هينفع اسمعك عشان انا نايم. عادل أرجوك يا عادل، لو مش هتسمعني عشان خاطري، عشان خاطر بنتك ياسمين. وياسمين إيه دخلها بالموضوع ده يعني؟ أنا بكلم عن ياسمين علشان هي ضحية. حد بلغ فيها؟ بلغ فيها إيه؟ هي مجرمة عشان يبلغوا فيها؟ أنا بكلم عن الشروخ اللي ممكن تحصل في نفسيتها في المستقبل. الشروخ؟ لا سهلة، الشروخ مقدور عليها شوية جبس وأسمنت ونلقيطها يعني. يا عادل أنا ما بهزرش. نلقيط إيه يا عادل؟ أنا بكلم عن القدوة الحسنة. قصدك إيه؟ قصدك إن أنا مش قدوة بالنسبة لياسمين؟ لا طبعًا يا بيبي مش قصدي، أنت قدوة طول ما أنت قدامها، لكن لو حضرتك بقى مش موجود وبنتك شايفة الست بتاعت الإيروبكس طالعة نازلة طول اليوم على السلم. وليه طالعة نازلة على السلم والأسانسير عطلان؟ يو يا عادل انا ما بهزرش يا عادل، بنتك لو شافت الست دي هتقعد تقلدها. هي ياسمين عندها موهبه التقليد؟ لا 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 ده انت فظيع يا عادل فظيع. انا عارفه ان انا مش هوصل معاك لحل، بس عشان تبقى فاهم انا وسكان العماره كلهم مش هنسكت. هتعملوا ايه يعني؟ هتشوف يا عادل هتشوف. يا جماعة أنا جامعكم النهاردة طبعاً عشان نتناقش في مشكلة تكيفنا مع الناس التانيين. طب الناس التانيين هم المشكلة؟ إيه ناس التانيين عمرهم ما يبقوا المشكلة، المشكلة في إن إحنا نتأقلم مع الضغوط اللي حوالينا. يا عادل يا ابني ونستنى ليه لغايه ما ضغطنا يعلى؟ لا يا ماما مش الضغوط يعني الضغط ويعلى ويوطلاء، الضغوط اللي هي المؤثرات الخارجية الجميلة الحلوة يعني. يا أستاذ عادل يا استاذ عادل كلمنا امال عربي عشان خاطر نفهم يا اخويا. وانا بتكلم انجليزي يا ام ميرفت. انا بقول بمنتهى البساطه يعني يا اخوانا ان الساكنه الجديده دي جارتنا الجديده الجميله العزيزه يعني لازم نرحب بيها بدل ما نتضايق منها يعني. ازاي بقى ما نتضايقش منها وهي ضيفه تقيله ومش طايقينها خالص خالص تقيله خالص؟ ماشي ماشي، يعني انت عارفه ان الضيفه ممكن تبقى تقيله على الناس اللي قاعده عندهم يا حماتي. انت كمان. والله يا اخوانا انا شايف ان احنا مش عايزين نخرج من الموضوع الاساسي وخلونا في موضوعنا. بص بقى يا استاذ عادل هتقولي صح هتقولي ما يصحش، احنا ما نقبلش على كرامتنا ان واحده زي دي تقعد وسط حريمنا. والله بقى اذا كان وجودي هو اللي هيجرح كرامتك فمعلش بقى سوري، يبقى العيب في كرامتك. وانت ايه رايك في الموضوع ده يا استاذ عادل؟
والله يا استاذ حلاوه انا عيلتي ملهاش راي، ما دام بتكلم في السياسه ما حدش بيتدخل. ايه اللي عيلتي ملهاش راي ده؟ طبعا احنا مش موافقين، احنا مش موافقين. اهل بيتك مش موافقين، عايزنا احنا يا اغراب نوافق. ايه يا عم ضحكه الكفار اللي انت بتضحكها دي؟ وبعدين يعني انا جايب لكم اكل وعمال اجيب لكم في حاجات ساقعه، وفي النهايه تقولوا مش موافقين. طب خلاص الاجتماع خلص وانا هفض الاجتماع. يلا اتكلوا على الله، اتكلوا على الله. اه بترككم. اه يلا اتكلوا على الله، اتكلوا على الله. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. استاذة شاهي، يعني ان شاء الله كل حاجة ليها حل. اوكي ميرسي خالص يا استاذ عادل. لا لا باي. مع السلامة. باي باي. بس عيب عيب عيب، احرجتوني جدا مع الست واحرجتوني مع النقل. علمكم بقى انا اخر مرة اعمل اجتماع للعمارة دي هنا اهو، يعني فعلا مينوب المخلص اللي تقطيع هدومه. انت عزفت يا رمزي. ايه رانيا؟ سيب ايدك دي. ايه رانيا؟ تعال. ايه؟ عارف دي ايه؟ دي ربع جنيه؟ دي 5 جنيه. زوف. 5 جنيه؟ ايوه الخمسه دي هتبقى بتاعتك لو عملت لي اللي قلت لك عليه. بتاعتي انا؟ انا تحت امرك يا ست الكل. الست اللي كانت قاعده هنا لو راحت لعادل البازار تكلمني وتقولي. اوكي؟ حاضر، بس انهي ست فيهم؟ الست الجاره الجديده يا زوف. ماشي ماشي. لا انا هفتن على ابن عمي دولا. لا طبعا هتفتن يا رمزي. حاضر يا ست الكل. هو انا يعني هفتن على حد غريب؟ انا مش عارفه يا استاذ عادل، انت متضايق مني قوي للدرجه دي؟ لا انا متضايق منك ايه يعني، انا متضايق من نفسي صراحه لاني مش قادر اعمل لك اي حاجه. دولا حبيبي لو سمحت كنت عايز الموبايل بتاعك اعمل بيه مكالمه مهمه جدا. الموبايل بتاعي عايزه ليه يعني؟ انت بتكلم. خد غور غور غور. شكرا. اهلا اهلا. انا مش عارفه بس هما ليه واخدين مني الموقف ده؟ هو انا وحشه قوي كده؟ يا نهار ابيض انت وحشه، امال الجزمه اللي خد الموبايل بتاعي ده من شويه يبقى ايه يعني؟ يبقى اكيد خايفين مني. هما صراحه يعني انا اسف يعني مش خايفين، هما يعني مش طايقينك اصلا. طب بص انا ممكن اتكلم معاهم واخليهم يغيروا رايهم زي ما خليتك تغير رايك بالظبط. يغيروا رايهم ايه؟ انت مش عارفاهم، انا عايش معاهم وعارفهم. انت ما تعرفش انا ممكن اعمل معاهم ايه. عشان تعرف. ايوه ثانيه واحده ثانيه واحده. هلو. اهلا اهلا. صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل. اهلا وسهلا. انا كنت جايه النهارده يا جماعه عشان اتكلم معاكم شويه، ممكن تسمعوني؟ طبعا ممكن نسمعك، ده انت جارتنا يعني، والمثل بيقول يعني الواحد ياخد باله من جاره. وكمان ليك يا عينتي تيجي لحد هنا في بيتي؟ عيب يا رانيا عيب، دي برضو ضيفتنا وفي بيتنا. لا يا انتي انا بس اللي اقول هنا مين ضيفتنا ومين في بيتنا حضرتك، لان ده بيتي حضرتك. بيتي حضرتك؟ تقصدي ايه يا رانيا؟ يا بنتي بالك انا ما اقصدكيش انت يا سناء. اه بحسب. شقيل شقيل اخغاس وخالص. معلش يا رانيا عشان خطرناني انا نديها فرصتوس علشان تتحدث. فرصه ايه يا مامي؟ ما كفايه الاستاذ عادل مديها طول النهار فرصه انها تتكلم. انا؟ لا ابدا، انا عمري ما سمعتها وهي بتتكلم خالص. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني رمزي بيكذب؟ مثلا 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 رمزي بيكذب. تتجسسي عليا؟ تتجسسي عليا؟ ماشي يا رانيا ماشي. لا يا عادل لا 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 اوعى اوعى، مش بتجسس عليك يا عادل، بس كل حكايه انا خايفه حد يخطفك مني. يا مدام رانيا يا مدام رانيا، انا ما جيتش العماره هنا عشان اخطف حد من مراته. ها اطمنت الحمد لله عشان تعرفي بس ان انت ظلماني. تعالى لي بقى جاسوس تعالى. ايه ده يا ابي؟ انت هتسيبنا وتمشي كده من غير ما تحل المشكله دي؟ المشكله دي مفيش اي مشكله ولا حاجه، وانا برضو رايح البازار دلوقتي عشان عندي ميعاد مع الرجاله بتوع العماره كلها عشان نفس المشكله. خلاص حلها انت رجالي واحنا هنحلها حريم. يا سلام يا سلام يا سلام، حضرتك متفق معاها ولا ايه؟ امال ما قلتليش على الاتفاق ده ليه يا زفت؟ ما يمكن اتفقوا بقى وانا بجيب الحاجه الساقعه. اي اذيه. يلا يا جاسوس عامل لي فيها شر سامحون. اتكل على الله. يلا يا اسرائيلي.
انا مش فاهمه يا مدام رانيا، انت ليه ما عندكيش ثقه في نفسك؟ لا 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 الا الثقه في النفس. انا اتميز بثقتي في نفسي والتضخم. بصراحه بقى احنا اللي مش واثقين فيكي اساسا، ومش واثقين اساسا في شغلك ده اللي انت فاتحاه. بصي يا حبيبتي، لو واحده عندكم في العماره فتحت صاله راس، مامتك مش هتقلق عليكي؟ اولا يا طنط دي مش صاله راس، دي صاله ايروبكس وتجميل وللستات بس كمان. وثانيا بقى انا مامتي متوفيه من فتره. يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام. اتفضلي ارتاحي، تشربي تاكلي. مالك يا دولة؟ مليش كام كده يا دولة؟ كده 1500 دولة. 1500 فاضل لك كام؟ فاضل لي 500 يا معلم. يخرب بيتك، انت فرحان ان انا بضربك؟ ده انا تعبت يالا. ال 500 دول بعدين. يلا غور من وشي، غور من وشي. ماشي يا دولة، حاضر. يلا اتكل على الله، اتكل على الله وعلى الله. على الله تتجسس بعد كده يا جاسوس. تعرف التهمه بتاعتك دي في اي حته في العالم ماشي كانوا ممكن يدوك اعدام. عندنا في البازار خليتهم 2000 ضربه بس. معلش يا دوله، والله العظيم سامحني، انا مش هتجسس تاني يا دوله. سامحني يا دوله والنبي. خلاص خلاص، غور من وشي يلا. ماشي يا دوله، شكرا. دوله قال لي يعني ايه تجسس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ولا رمزي؟ نعم. روح هات حاجة ساعة بسرعة يلا. مش مهم الحاجة الساعة، احنا جايين على غدا. خلاص هات فرع الشجر عشان الأستاذ نقر الخشب ده. وعشان جوزك يفضل يحبك كده على طول، لازم على طول تبقي مهتمية بنفسك. ايوه بس ما هو بعض الاحيان يعني بيبقى فيه رجاله عينيها زايغه. اي نعم. طول ما انت مهتميه بنفسك مش هيقدر يفكر في اي واحده تانية، وهيفضل يحبك انت بس على طول. طب لو واحده يعني في ظروفي انا يعني عزبته، لا مخطوبه ولا متجوزه ولا بتحب، ازاي تلاقي راجل يعني يحبها ويتجوزها ويخطبها ويموت في دبدبها يعني؟ بصي يا انسه سناء، مدام ليها تجربه سابقه. سوري. بص يا مدام سناء، حضرتك لازم تحبي نفسك الاول. دي بتقولي لمين تحبي نفسها؟ دي بتحب نفسها، دي على طول حابه نفسها. اسكتي يا مريضه، اسكتي اسكتي يا قاضي، اسكتي. خلاص خلاص هقف عليا انا، خلاص ولا شطب ولا مغر شطب. خلاص اللي قولي لي يا حبيبتي يا قمر، انت يا منوره، اللي ممكن جوزي انا يعني يعرف واحده تجي عليا وانا زي القمر واخده بالي من نفسي كده؟ والنبي يا اختي، انا لو جوزي اتجوز عليا ده انا اذبحه واشفيه. امال انا بقى اعمل ايه في نسبتي السودا؟ جوزي حلاوه اللي ينضرب، ما عادش طيب. بصي في خلقتي وانا والنبي يا اختي. طب قولي لي بقى يا شاهي حبيبتي، انا ممكن كده اقدر اظبط جسمي في حوالي كام شهر؟ هل في نوع معين من المكياج يبين ان الواحده ارفع سنه؟ ايه رانيا الستوبيد كويستشنز دي، مش معقول. بصي بقى حبيبتي، يعني دلوقتي انا لما اروح شرم كده عشان اخد بنسولاي كده واقعد على البحر كده واخد تان، اي نوع كريم احطه علشان ما اعملش تقشيرات كده؟ انت باين عليكي بنت حلال، عندك حاجه للروماتيزم؟ انت بنت حلال يا حبيبه قلبي. كنت عايزه تقولي حاجه يا اختي؟ اقول لك انا عايز اسالك بقى سؤال، هو الدكان بتاعك ده اللي انت يعني احنا بنبقى فيه زي محل كده الحلاقه ده اللي وقفها برضه؟ دوله لو سمحت كنت ها ها نو نو نو، وشك في الحيط، وشك في الحيط. يلا ايدك فوق، رجلك ارفع رجلك، ايوه رجل واحده كده. دلوقتي يا جماعه احنا دلوقتي طبعا زي الاخوات، يعني الجار اقرب لجاره من اي حد من قرايبه. عشان كده انا عايز اسالكم سؤال واضح ومحدد، هل فعلا كلكم بتخافوا من مراتاتكم؟ اه اي زيطه جاي فيها؟ انت متجوز؟ لا. يا سلام، لا انت لسه بتكتشف. امال ايه؟ اه دي بطل شغل الجواسيس، وشك في العين. ها ها يلا رجلك، ها ها ها. نو 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 نو،
بصوا بقى يا جماعه، بصوا بقى يا جماعه، احنا دلوقتي هنسيب الفرش ونمسك الروج. يا بنتي قلم الروج ده بتاعي. ايه ده بتاعك ايه؟ ما هي قالت لك ان اللون ده ما بيليش عليكي. سيبي ده بتاعي انا احسن. يا لهوي، دي تبقى حوسه بعد كل اللي انا بعمله في نفسي ده، وكمان ممكن ما عجبوش. على فكره بقى، انا مره قصيت شعري على فكره وما خدش باله خالص، وابوه ما كانش بياخد باله مني ابدا. على فكره يا جماعه، هما ممكن ما ياخدوش بالهم لو غيرتوا في شكلكم، لكن اكيد هياخدوا بالهم لو غيرتوا في طبعكم. ايوه بس برضه يعني ست شوشو، يعني كلامك زي السكر، بس بقى يعني لا مؤاخذه ما تاخذنيش ان الواحده مننا من شغل البيت وقعده البيت وحبسته بتبقى مخنوقه، مش طايقه نفسها، مش طايقه هدومها. ايوه يا اختي، امال ايه؟ بس بس بلدجنات كلكم، دي بقى الميزه بتاعه الايروبكس، بتخليكوا على طول عندكم منشطات، صح؟ جود جيرل، والايروبكس موجود. الحقوا جم جم، خافوا شيلوا شيلوا، ما تنسوش اهم حاجه هتعملوهم ازاي. ها شيلي يا فين. هم ها اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله كويس قوي ان العمارة كلها متجمعة النهاردة، دي فرصة كويسة قوي ان احنا يعني ناخد الاراء على وجود الاستاذة شاهي معانا هنا في العمارة، ونبدأ بالرجالة. ها؟ مش معنى الرجالة، ما نبدأ بالستات. جرى اي حلاوة، هو انت كده دايما على طول مناكف؟ الطابع الطابع. قصدي يعني اللي تشوفه يا سي حلاوة. واضح ان النهاردة في تغيير جامد. ايه يا رانيا، ايه الحلاوة دي؟ شكلك متغير النهاردة. ميرسي يا عادل يا حبيبي، انت وحشني قوي 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 يا عادل. وانت كمان يا معلم، وحشتني قوي. ما تشوفوش وحش يا غزالي. هو في ايه؟ كل ده من الميركل بتاع شاهي. طيب يا جماعه، يعني انا مبسوط صراحه بالنتيجه دي، ومبسوط ان يعني ما شاء الله العماره كلها متجمعه مع الاستاذه شاهي، ودي فرصه هايله عشان ناخد التصويت. يا خبر اسود، هنصوت على مين يا اخويا؟ يا ماما يا ماما، التصويت غير السويت. المهم دلوقتي احنا متفقين ان احنا الف سلام. الف سلام. انت زفت، ايه اللي اخرك؟ الراجل جه ومشي من غير ما يشرب الحاجه الساعه، ايه اللي اخرك؟ ايه دوله، مش انت قلت لي ما تعديش الطريق يا دي رمزي الا بعد ما العربيه تعدي الاول؟ طيب ايه اللي اخرك؟ ده كشت في وشنا اربع ساعات يا دوله، الطريق فاضي ومفيش عربيه واحده راضيه تعدي. يخرب بيتك. الراحه اللي انت فيها دي يا بيبي، هو انت النهارده ايه، مش نازل البازار ولا ايه؟ لا بازار ايه، ما خلاص بقى، زمن الطور اللي بيلف في الساقيه ده انتهى، انا ابن النهارده. يا خبر اسود، ابن النهارده؟ خلاص الفلوس جريت في ايديك، تتنكر لامك دي اخر تربيتي فيك. لا يا ماما، مش ابن النهارده، يعني انا مش ابنك، لا لا لا، يعني انا قصدي يعني ان خلاص من النهارده والحمد لله بقيت حصريا المحتكر لستاير الحمامات في القاهرة بالكامل. ستاير الايه؟ مش فاهم. لا بس مش اي ستاير حمامات، لا ستاير الحمامات اللي انا اقصدها يعني اللي هي ذات الرسومات والنقوشات الفرعونية. انا بعون الله هخلي كل الناس تطرطش جوه، ما حدش هيطرطش بره. بس انت مش ملاحظ يا بيبي ان انت مستعجل شوية في قراراتك في المشروع ده؟ لا لا انت مش فهماني، انا البازار هيشتغل زي ما هو، يعني هبيع بردي وتماثيل وكل حاجه زي ما هي، بس بالاضافه لده الستاير، يعني مثلا اللي هيجي مثلا يشتري من عندي تمثال نفرتيتي هياخد معاه ستاره حمام تمثال نفرتيتي، اللي هيجي يشتري تمثال ابو الهول هياخد ستاره حمام تمثال ابو الهول. لا للاسف الستاره دي لسه ما جاتش، دي في الطلبيه اللي جايه ان شاء الله، بس بعون الله بجد انا هلم السوق كله في ايدي، السوق كله هيبقى بتاع عادل سعيد، وساعتها بس مش هبقى محتاج اي حاجه. انا حاسس ان انا النهارده حتى لو رحت على البازار هلاقي البضاعه كلها اتشطبت. السلام عليكم. قوم يلا يا رامز، استعد على الكرسي بتاعي ولا ايه؟ اتفضل يا دوله.
ايه يا عم اللي اخرك كده يا دولا؟ ده انا من الصبح عمال احاول اكلمك ومانيش عارف. يا ابني كل رجال الاعمال والشخصيات المهمه ما بيروحوش الشغل الصبح كده ومع الصبيان يعني. ايه ده؟ اهو زي ما انت شايف يا دولا مفيش بضاعه من الصبح، احنا قاعدين بنشي يا عم. ايه ده؟ مفيش بضاعه؟ ياه الحمد لله اخيرا المشروع بتاعي نجح كده، الواحد بقى يقدر يمشي بقى في الشارع رافع راسه قدام اصحاب البازارات التانية. ياه كان نفسي من زمان يلا ان انا ابقى ماشي رافع راسي، وان يبقى عندي كمان بقى ايه شاليه في الساحل اللي هو بتاع شبرا ده. الله يبارك فيك يا دولا، والله انت والله ابن حلال. ابقى عزمني بقى في الشاليه بتاعك ده اهو. دولا قال لي يعني ايه شاليه؟ مش عارف يعني ايه، يعني مثلا لو في شويه بضاعه هنا وحد جه شالها فانا باجي اقول لك ايه هو شاليه، فانت تقول لي مثلا شال تماثيل شال ورق برد كده يعني. ايوه دولا صح صح. اكلم بقى المعلم مستوره دلوقتي اقول له بقى يبعت لي ستاير جديده غير اللي اتباعت دي. بس برافو عليك يا رئيس. والغريب بقى ان البضاعه كلها اتباعت مع الستاير في وقت واحد يعني بجد. ايه ده؟ وفي التليفون. ايه ده في ايه؟ وانا رمزي. ايه دول انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ كنت قاعد بحاول اكلمك يا عم ومانيش عارف. وما كلمتنيش ليه؟ عشان مفيش تليفون. مفيش تليفون رمزي؟ ايه البازار اتسرق يالا رمزي. اتسرق؟ ايوه اتسرق. يا ترى مين اللي سرق؟ ايه ده؟ ده اللي سرق البازار سايب الكارت بتاعه. بضاعتك عندي، شوف البجاحه بتاعته. عارف يالا رمزي اللي سرق البازار ده اكيد مراقبنا وعارفنا كويس جدا، وعارف انا امتى بمشي والغبي بيبقى امتى موجود، ويقدر يخش ساعتها على البازار يسرق الحاجه. صح صح يا دولا. مش بعيد ابدا ان يكون بيعد علينا دلوقتي انفاسنا. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ 3 4 بعد انفاسي يا دولا. بص مش وقت غباوتك خالص، انا مش ناقص. ايوه دولا. طب ما هم ما هو انا دولا نظفوا البازار من البضاعه يا دولا، ده مش بعيد يا عم ياخدوا البضاعه دي ويفتحوا بازار جديد ويسموه بازار رمزي. انت قلت ايه؟ عيد الكلام اللي انت قلته ده. عيد الكلام اللي انت قلته ده يالا. عيده تاني. ممكن يفتحوا بازار جديد بالبضاعه دي. ايوه ويسموه بازار رمزي. انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ والله يا دولا دي زلت لساني يا عم وربنا يا دولا. انا ما اقصدش يا دولا. طب ما انا قبل كده هون قلت لك يعني ما نظف البازار من البضاعه. انا عمري نظفت البازار؟ اهو يا دولا شفت بقى ان انا مش انا يا دولا. والله عيب عليك يا دولا، ده انا ابن عمك يا دولا ووافديك برقبتي. تشك فيا تشك فيا يا دولا. لا خلاص خلاص يا رمز خلاص خلاص خلاص. معلش انا اسف ان انا يعني اتكلمت معاك يعني كده وشكيت فيك. معلش يا رمز. بس شكيت بسرعه قوي يا دولا. يا رمز خلاص بقى خلاص بقى، مش زعلتش بقى. مش زعلان خلاص بقى، قلت لك ما تزعلش، انا مش ناقصه. امال ايه بس؟ ايه بس؟ وكمان بقى دولا يعني انا بكلفتك للنهار يعني، والبضاعه ام 5 بقول لك عليها ب 10 وبقوم ضارب 2 جنيه في جيبي، وعمرك ما حسبتني ولا شكيت فيا. والدولار يا دولا بيبقى ب 4 جنيه وبقول لك ان هو ارخص، يعني تيجي ده دلوقتي تجرحني كده وتشك فيا؟ ما انا قلت لك خلاص بقى، انت تعمل لي فيها مصطفى قمر. ما خلاص يا عم. زعلت زعلت. ولا مش ناقص غباوتك خالص. اسكت بقى اسكت. حاضر يا دولا. امال مين بس؟ مين مين دي بقى يا دولا اللي يقولها البوليس؟ بوليس ايه؟ ولد بوليس انت استهبل؟ انت استهبل؟ انت عايز تفضحني في وسط اصحاب البازارات؟ لو عرفوا ان انا على الحديده هيبقى سمعتي ايه قدامهم؟ بلاش البوليس خالص، انا اللي هدور بنفسي، انا اللي هدور بنفسي. وبعدين لعلمك انا عندي معلومات جامده جدا تساعدني ان انا اقدر ادور على الحرامي بنفسي. لا يا راجل. طب ايه المعلومات دي يا دولا؟ معلومات دي بسيطة جدا، المهم دلوقتي ان احنا لازم نبقى مركزين كويس قوي، لان اكيد الحرامي مفيش جريمة بيعملها كاملة. يا نهار اسود، يعني لسه الحرامي هنا؟ لسه الحرامي هنا؟ خد تعالى، مش ناقصة غباوتك. لا يا لا بص، اللي انا قصده ان اكيد في دليل هيكون الحرامي سابه في مسرح الجريمة. بقى يا دولا ده معقول يعني؟ بيتك اتخرب والبازار اتسرق وليك نفس تروح مسرح؟ ولا مش ناقص غباوه، مش ناقص غباوه خالص. ايوه ما مصر. بس ها المثل بيقول ايه؟ اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. خلاص انا بقول هتتربط هنا على ماك. لسه واقف. فك الحمار خلاص، فك الحمار. يا دولا اتأخرت ليه يا دولا بقى؟
اخرت يا ابني، بخلص بنجز يا ابني، عايزين ننجز لان انا لازم احل القضيه دي النهارده، ما عنديش وقت. جبت العده وجبت الهدوم اللي هنتنكر بيها وجبت كل حاجه. الله عليك يا دولا، قضيه كبيره. الله، امال ايه يا ابني؟ قضيه كبيره ولازم احلها يا ابني، لان انا بص يا رمزي هضطر اسفا ان انا استعين بيك معايا عشان نحل القضيه دي. طب ما تستعين بظابط احسن يا دولا. استعين بظابط ايه يا ابني؟ الفرق اللي بيني وبين الظابط 4 سنين. أنهم دول هم تدول؟ ال4 سنين بتوع كلية شرطة. بس أنا بقى إيه، ممارسة يا معلم، أنا ياما اتسرقت. بس أنت عمرك ما عرفت مين اللي سرقك يا دولة. أهي المقاوحة بتاعتك دي هي اللي هتخليني أشك فيك تاني. أنا آسف، أنا آسف يا دولة، خلاص مش هتكلم. هنعمل إيه بقى؟ أنا سخنت. دلوقتي يا سيدي آدي العدة وآدي العدسة. بص بقى يا معلم، ده الدقيق، عايزك تمسك الدقيق ده يلا وترشه على الارضيه بتاعت البازار، ها، عشان لما الحرامي يمشي ويدوس على الدقيق نعرف مقاس رجله. يلا. اه يا دوله صح، بس ايه اللي هيجيب الحرامي تاني يا عم؟ ما خلاص شطب البازار. هو انت هتقوح معايا؟ هتقوح معايا، هضطر استعين بحمار تاني غيرك خالص. الحرامي لازم هيجي يلا، لان انا قريت مره معلومه يعني كانت في سوبر ميكي بتقول ان اللص يعود دائما لموقع الجريمه عشان يطمن يعني. الله عليك يا فاهم يا فاهم. يلا اتكل على الله. من هنا بقى عشان اللص ده اهو. ايوه دوله اهو كده. يا ده انت ما عرفتش انت ان انت حويت كده اهو يا دوله. ده هيقع في شر اعماله، هيقع في شر اعماله. استنى يلا، استنى استنى استنى. بس لقيت الحرامي فين يا دوله؟ اهو ادي اهو رجل، وادي رجل، وادي رجل، وادي رجل، وادي جزمه، وادي جزمه. ولا رمزي يا دوله انت بتلبس جزمه مقاس كام يالا؟ 40 يا دوله. 40 يا فلتت مني. الحرامي بيلبس 41، فرق نمرتين بس عنك. بس مش اشكال، مش اشكال، معلومه وعرفناها الحمد لله، معلومة وعرفناها. اللص يرتدي حذاء مقاس 43. الله، انت مش قلت 42 يا عم؟ ولا ما تقوحنيش كل شوية، لا ما تقوحنيش. اسمع الكلام وانت ساكت. ماشي، انا اسف. شيل الحاجة دي، شيل الحاجة دي، هنخش على الخط بقى على طول. ماشي يا دول. ايه ده يا دول، احنا هنعمل ايه؟ نعمل خطة يلا. امال انت فاكر ايه؟ الخطة. وركز معايا في الخطة دي، عشان لو الخطة دي باظت هضطر اعمل خطة تانية. ايوه دولا، طب ما تعمل الخطة التانية على طول. تصدق أول مرة تقول حاجة صح يالا؟ اه والله صح 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 يالا، برافو عليك، برافو عليك. أنا بتعلم منك برضو. سيبك من الخطة دي خالص. الخطة رقم 2. افهم بقى يا اخي، يا اخي افهم بقى، حرام عليك. ده انا متكلف ورق لغاية دلوقتي اكتر من اللي سرق مني في البازار، حرام عليك. معلش بقى، معلش بقى، معلش ايه بس وهباب ايه؟ يعني انا لو بفهم في حمار كان فهم من بدري. ماشي، نعمل خطة جديدة. ماشي. الخطة 153. افهم، ركز معايا بقى. حاضر بقى يا دولا، انا اسف بقى. ولا 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 ما تقولش يا دولا، ما تقولش يا دولا يا غبي، احنا متنكرين، المفروض ما حدش يعرفنا. ارجع للاسم الحركي اللي انا قلته لك. نسيته يا دولا بقى. يلا الاسم الحركي اللي انا قلته لك في الخطه 112 يلا، اللي هو انا راضي وانت مرضيش. ماشي؟ ماشي. يعني يا راضي يا مرضيش يا را... لا مرضي. انا راضي انت ما قطع الخطه دي، قطع الخطه دي، بلاش دي. ركز معايا بقى رمزي، رمزي بجد انت بتعصبني. يعني انا لو كنت لوحدي من غير ما حد يساعدني كان زماني دلوقتي ايه، قافش الحراميه هو وامه واهاليهم. ماشي ماشي ماشي. الخطه 154. يعني احنا كده هو محدش يعني هيكتشفنا خالص ولا ايه؟ يلا استحاله، يلا استحاله، باللبس وبالتنكر ده مع الاسماء اللي احنا بنقول عليها استحاله حد يعرفنا. يلا يا راضي. ولا يا رمزي، ازيك عامل ايه؟ ايه يا عم كده، لا سلام ولا كلام.
شفت يا غبي؟ اديك اتفقست، التنكر بتاعك اهبل اصلا. ازيك يا استاذ عادل، عامل ايه؟ عرفك عرفك. ايوه ما عرفنا عشان انت قاعد جنبي يا غبي. اهلا يا سيدي. معلش يا دي فتلس، احنا كنا مشغولين اليومين دولت، يعني انا وراضي. انت هتقول لي ما انا قاعد ومراقب وشايف، بس والله يا استاذ عادل ليك وحشه. على فكره مشاربكم النهارده عندي. حلو، افتح يلا، افتح المحضر يلا. قال لك ايه مشاربكم عندي؟ انا عايز يصرف من الفلوس بتاعتي اللي سرقها من البازار. ركز يلا ركز. خلاص مش لازم الجدول، مش لازم الجدول. يعني يا فتلة انت طول الوقت الفترة اللي فاتت قاعد عندنا في البازار مش كده؟ ده ايام ما كنت فاضي قبل ما البجلية تفرك في ايديا واسيبني من قعدة العواطلية دي. قعدة العواطلية دي؟ وقبل كده كنت بتعمل ايه امال؟ كنت لا مؤاخذة في اللفظ مقطوع قاعد مع الواد الفقري ده ليل نهار، لا شغلة ولا مشغلة. كنت افتح البازار الصبح معاه واقفله معاه. يفتحوا معاه ويقفلوا معاه. يعني افهم من كلامك ده يا فتلة ان انت كنت بتراقبه زي دلو. زي دلو، زي زلاه، زي زلاه. لغاية ما في يوم قررت تضرب ضربتك يا معلم. بالظبط كده، وقلت لنفسي يا ولا يا فتلة سيبك من الواد رمز الخيخة ده وقلد الأستاذ عادل. اكتب قلد الأستاذ. ايه اللي انت شربته؟ الواد رمز الخيخة ده. رجعها تاني، رجعها تاني. ماشي؟ وبعدين قلت تراقبنا انا بقى يا فتلة. ودرستك انت كمان. ظني طلع في محنه يا معلم. في محنه. ودرستني. وقلت ابدا من مكان ما انت وقفت. بس وضربت ضربتك ودخلت على البازار وخلصت العمليه. بازار ايه وعمليه ايه؟ ايه الافكار الخايبه دي؟ دي كانت فكره الواد رمزي، هو اللي كان عايز يفتح بازار باسمه. والله دولا مش قصدي يا دولا، دي كانت فكره تايشه دولا وربنا انا اسف. ماشي، بعدين بعدين. ماشي اصبر. يعني ده كل الاقوال اللي عندك؟ قلت بقى لنفسي يا ولا فتلة اشتغل في السياحه واكسب بالدولار، ما هو بقى ب4 جنيه دلوقتي. الدولار ب4 جنيه؟ شفت بقى، شفت؟ علشان انت كنت بتكدبني يا عم وبتخليني في نظرك كداب وبخنصر. بتخنصر؟ اصبر، ده انا هفرجك. اشرب ال4 جنيه دي. حطيت كل راس مالي في مشروع استثماري سياحي تكنولوجي، بيع موبايلات واكسسوارات. فتلفون. فتلفون؟ يعني ايه موبايلات؟ ما بتشتغلش في بازارات ولا تماثيل ولا حاجه؟ ولا ليا اي علاقه بيهم. كده يبقى انت بره الليسته يا سيدي. لسته؟ لستة ايه؟ لسته كده اهو، مش هتفهمها، وريني صوابعك. اتفضل. والتاني؟ اتفضل. والتالت؟ ماشي. كله 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 بقى. ماشي. هات هات هات. يلا اتكل على الله، اتكل على الله. ايه الورقه دي؟ ايه اللي وسخها كده؟ المحضر يا دوله. لا ارميه 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 كده، الخطه دي باظت والواد ده طلع بره الشك خالص وما لهاش لازمه بقى. الخطه دي شكرا. ما لهاش لازمه. نخش على الخطه الجديده. الخطه 155. قشطه يا دوله يا كبير، قشطه يا دوله. مش وقتك خالص يا معلم، مسطوره لسه ما بعتش حاجه. وعندك 2 قهوه زياده فنجان مع 1 عناب. ولا رمزي يا دوله؟ الواد حته صابي القهوه. يا لا انا شاكك فيه، شكله سهن كده وهادي، ويعني ما يصيرش اي شكوك حواليه، وده اصعب انواع من المجرمين. افتح لي صفحه جديده. حته تعالى يا حته، عايزك لو سمحت. صباح الفل يا استاذ عادل، امورنا غالي. اقعد يا حته اقعد. او النبي يا باشا الله يكرمك، ده انا جسمي تعبان وهمدم من صباحيه ربنا والله. جسمه تعبان وهمدم من صباحيه ربنا اكيد يا معلم. تعذيب الضمير بيأنبك وعذاب النفس بيموتك. ايوه هي النفس يا باشا، نفس النهارده مقطوع طول النهار. قول لي يا حته، لو ده هو اسمك الحقيقي. الله عليك يا دوله. ولا ولا راضي. يلا الله عليك يا راضي. قول لي ضميرك بيأنبك من ايه؟ عملت ايه؟ غلطت في ايه؟ قول. ما اقدرش اقول يا باشا، لو قلت محدش هيسيبني في حالي وهيموتوني. انت يا حته، انت قول. جبت رغيف حواوشي. انت ما تستهبلش. دبل دبل يا باشا. سيبني عليه بقى يا دوله، سيبني عليه. اهدى 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 يا رمزي. حته
من أين لك ذلك؟ ذلك يعني يا باشا؟ مش فاهم يعني. يعني جبت الفلوس منين يا ما تستعبطش؟ أيوه أيوه أيوه، شكرا على الترجمة، شكرا. ها رد. الفلوس يعني لمؤاخذة باشا، بقى النهاردة أنا إيه مسحت كل محلات الشارع. حلو، مسحت كل محلات الشارع من البضاعة اللي فيها وبعتها وحطيت الفلوس بتاعتها في كرشك. بضاعتي يا عمونا الماسوره العمومي ضربت اللي في الشارع، فكل المحلات بقى صدوني النهارده ان انا امسح لهم المحلات. سبوبه وجات لي يا استاذ عادل، حاول لا يعني. سبوبه وجات لك تمسح محلات الشارع كله؟ على مين؟ على مين؟ خط ده خطك يا ده حته. انا ما بعرفش اكتب يا باشا. تعرفش تكتب؟ تعرف تقرا؟ طبعا. يبقى بتعرف تكتب. اتقفش اتقفش. ولا نعم. اطلع يا ده رمزي، لملي كل البطايق للناس اللي في القهوه هنا، واقفل الباب بتاع القهوه. ماشي يا دوله. لم البطايق كلها. بص خد بطاقه انا اول واحد اهو. ماشي يا كبير ماشي. هتتقفش يعني؟ هتتقفش. بس محدش يخرج من هنا. البطايق خدت انت وهو يعني البطايق. مخبي ايه وانا عندي ايه اخبيه؟ يعني ما عنديش اي حاجه اخبيها لعلمك يعني. بص يا عادل، انت عارف كويس قوي ان انا بحكم خبرتي الواسعه في السايكولوجي والاستروبولوجي اقدر اعرف كويس قوي اللي قدامي ده بنظره واحده بيفكر في ايه. يا سلام، طب انا بفكر في ايه؟ هو انت طبعا متوتر شويه، بس الاكيد المؤكد اللي انا واثقه فيه ان انت بالتاكيد واكل ملوخيه النهارده. يا سلام، طب ما انت اللي طابخه النهارده الملوخيه. بصي يا عادل بقى، بصراحه بقى كده يعني انا انت ايه يا هانم؟ انا متضايقه جدا من قرار بتاع مشروع الستاير اللي انت خدته ده. وبعدين؟ مش بس كده، انا متضايقه انك خدت القرار المصيري ده من غير ما تاخد رايي فيه ولا تقولي اي حاجه، وقررت من دماغي كده ان انا اوقفه وباي ثمن. يا سلام، توقفي ده وباي ثمن؟ رحت انت طبعا يا هانم، طلعت على البازار وسرقت البضاعه اللي فيه عشان تثبتي بس وجهه نظرك الدنيئه يا رانيا. يا ابني اللي انت بتقوله ده ايه الخطرافه دي؟ لا طبعا مش مظبوط، عشان انت عارف كويس قوي ان انا لما اعوز حد انه يعمل حاجه مجرد ان انا غمضت عيني قوي قوي كده، غمضت عيني قوي وفكرت ان هو لازم يعمل الحاجه الفنيه وامشيها على عجين مش يلخبطه، ده فعلا اللي بيحصل. حتى شوف اها عادل اسود. ايه ده؟ انا خفيت جوزي؟ أيوة. أهلا معلم مسطورة، ازيك؟ ايه ده فين يا باشمهندس؟ انا قلب عليك الدنيا من الصبح. معلش انا معلم مسطورة، انا صراحة لسه ما بعتش البضاعة، وبعدين احنا اتفقنا اما ابيع هحاسبك يعني. وهتبيع ازاي اذا كان المحل مقفول والبضاعة مش موجودة فيه؟ ايه ده، انت عرفت؟ ما انا يا باشمهندس كاتب لك في الكارت، كاتبهولك. كاتب في كارت؟ انت اللي كاتب اللي هو البضاعة عندي؟ يا باش مهندس انا روحت اشقر عليك في المنطقة، لقيت الدنيا غرقانة مية والبضاعة هتبوظ، روحت واخد البضاعة عندي وكاتب لك في الكارت، وقلت انت اكيد راجل نور وهتفهم. نور؟ يا نهار ابيض، منك لله يا عم مسطورة، طب استر عليا.